السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم. بديت لكم فيديو بالزربه باش نقول لكم على هادشي في حات ديال الطفوله. عاتي صورتهم ليكم. فنين 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 اخوتي، شي حاجه روعه. عاتي تفكرتهم وقلت علاش لا ما نشاركهمش معاكم. المهم انا اخوتي جينا ضربنا واحد الدويره في اوشون، قلت علاش لا ما نشارك معاكم. كلشي مشيت سافرت لفرنسا، ني بعيده شي 4 سوايع فرنسا، حدا لوكسمبور. مشيت عند شيخي نشوفو، الله يجعل ربي شافيه في هاد النهار هذا يا ربي. وخرجنا نضربو دويرة انا ومرت شيخي واختي وليداتي، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم. انا مشينا دقنا السوشي، صدق قالوا لي انت راه ما كدوقيش، جالسه كتاكلي كتغداي. المهم دوقتهم، قلت لهم اجيو تاكلوا السوشي ديال الخضره، ولكن انا ما كليتش ديال الحوت، ما كيعجبنيش. ايوا هنايا شاركت معكم السوشي، التسمينه ديالو. هادشي علاش دقتو انا الصراحه، ما نكذبش عليكم، مول فاش كندوق السوشي برا يعني خاصني نكون يعني طري، هو يلا واجد. كيما عرفتهم كانوا يلا وجدوه بنين وسخون، دقته. مي هذا ديال الثلاجه الا ما كانش يعني سخون وطري ما كنزعمش نشريه. كي مي كناكلو كيجيني داك السوشي بحال داك الروز بارد ويابس. المهم كاين اللي فيهم طري كيكونوا يلا موجدين، وحتى الا كليتو مزيان. انا راني شريت واحد هذيك شو سميتها الزربيه ديالو، هذيك الحصيره ديال الدوم، شريتها من شين باش نشارك معكم داك السوشي الزربيه. دابا انا حيت كنمونتي خوتي الفيديو حدايا اختي، نقول لها شنو سميتها. المهم اخوتي مبروك عواشركم، الله يجعل ربي يدخل عليكم هاد الشهر بالصحه والسلامه، طولة العمر يا ربي، والتيسير والرزق، واللي كيتمنى شي حاجه يا ربي يعطيها ليه. المهم انا شاركت معكم دويره في اوشون، دايرين الصراحه الصود واثمنه، يعني اثمنه مناسبه، غير هي الغلا راه بارتو. نسحب ليا اوشون تكون رخيصه في الثمن، ولكن طلعت صاروخيه، كلشي تزاد. الله يحضر السلامه. الدي زادوا فيها، ليدل، اوشون حتى هو زادوا فيه في بلجيكا وفرنسا. انا شفت الاثمنه بلجيكا وفرنسا شي حاجه خياليه. المهم انا خرجنا خوتي من اوشون ودخلنا لكرون فري. هاد المكازا قالت لي مرت شيخي يلا اسمع نوريك، راه فيها اثمنه مناسبه ورخا. بالنسبه للوز دايرين اثمنه مناسبه، يعني 4 الباكي ديال 700 غرام دايرين ليهم 19 اورو. صراحه انا ما جانيش رخيص، انا يا بالنسبه ليا الله ما نشري كيلو كامل، وما نعرف. المهم كل واحد النظريه ديالو. انا ما شريتش اللوز من تما، ما شريتش حتى حاجه، يعني شريت غير سكر كلاصي وخديت الخضره. خدينا داك النهار كان الجمعه، خدينا القرعه وصافي، هادشي اللي خدينا، يعني ما خديناش حاجه، ولكن عندهم داكشي واعر، عندهم الصبار. انا صورت لكم كلشي، شاركته معاكم. عندهم التمر دايرين ليه حتى هو البرومو، عندهم انواع الخضار. اش دايرين عاوتاني يا نجوى؟ داكشي واعر، يعني داكشي اللي ما شفتيهش في الخضره تلقاه تما، داكشي اللي ما كاينش. واعر واعر، عرفتي؟ وديك الطريقه باش كيحافظوا على الخضره في البخار، يا سلام يا سلام. المهم عندهم داكشي نقيقي ما شاء الله، الفاكهه، داكشي في الطويسات، انواع ديال الفخوماج، انواع ديال دانون، ياغورت طبيعي. المهم اي حاجه بغيتوها غتلقاوها في هاد كرون فري. المهم كانوا دايرين الجنجلان، كانوا دايرين اتاي، حتى هو دايرين بزاف ديال الحوايج، دايرين السميده 4 كيلو، دايرين الطحين، عندهم اللوبيا، العدس، القطاني، لي باكي. كتاخدي مثلا جوج، كتاخدي جوج بثمن واحد، يعني بحال مثلا كيكونوا دايرين 6 اورو، يعني جوج باكيات ب6 اورو ديال الحمص، جوج باكيات ديال اللوبيا ب6 اورو، بحال هكا يعني كينقصوا لك. الا خديتي جوج كينقصوا، خديتي باكيه وحده كتكون شويه طالعه في الثمن. ني المون، كي البنان، ماندالين، ولكن اثمنه طالعين. سمحوا لي كنت كنغوت باش تسمعوا الصوت ديالي مجهد، باش ما تبقاوش تلقاو داك المشكل ما كنسمعوش الصوت، سمحوا لي. المهم كنت كنغوت حيت كان عندي ميكرو غوند خدام، وراني في الكوزينه كندير الشغل، وميم طو كنمونطي الفيديو حيت تعطلت فيه بزاف. راك اختكم كسوله، ديما كنتعطل عليكم. المهم كاين حتى الشوكولات ديال الحلوى، المهم تقريبا اي حاجه تحتاج تشوها تلقاوها في هاد المكازا. بالنسبه للقطاني، بالنسبه للعطريه، التسميده هادي الفينو، كدير بها حتى الحرشه، كدير شي 4 اورو يعني تقريبا شي 3 كيلو ياك، ولا 2 كيلو، 2 كيلو ب 4 اورو، 2 كيلو ب 4 اورو. المهم هنايا كنا كنقلبوا على ايلان، ياك لقينا ولا ما لقيناهش؟ ما لقيناش ايلان، لا بقيت عاقله، ما بقيناش انان. الزريعه كتشبه ليه، المهم حتى وصلت ليها هنايا، ولكن انا ما عرفتش شنو هو هذاك اللي كيتشبه لي الا ما عرفتوش. المهم اخوتي كاين السميده، كاين الفينو، كاين اللوبيا، المهم
المهم انا صورت لكم شويه شويه من هاد الكونفري باش تعرفوا الاثمنه ديالها حتى الايباط، ولكن راه غاليه، راه مش رخيصه، راه ما كاينش اثمنه رخيصه اللي مناسبه ولا رخيصه، ماشي بحال اليا ماركه يعني في هذاك الشيء دلي مارك بحال ديليس بحال كولوراتي طالعه شويه كاع عليهم. المهم ماشي بحال الدي ولا ليدل، المهم فيها الاثمنه غاليه وكاين الناس كيشريو كيتقداو منها، حتى انا لقيتها عامره داك النهار تاع السكر كلاصي اي نيلت كتوحموا يقدروا يلقاو داك لي فخوي اللي فيهم، كاين شي فاكهه ما عمرنا حنا بعدا شنا. المهم كاين هنايا كيبيعوا هنايا كيبيعوا هذا شو سميتو الفينو، كيبيعوا الفينو كانوا دايرين لي شي 7 اورو قايله 5 كيلو ب 7 اورو هي هذيك. المهم كاين مشيت صورت لكم البعويد والجص باللغه العربيه صورت لكم تفاح، ومهم كاين حامض تفاح كاين تقريبا كل شيء حتى الرمان كاين، وكاين الطريقه ديال البخار اللي كي حافظ كيديروها باش كيحافظوا على هاد الخضره هي اللي عجبتني بزاف والله. كاين داك البنان مع تسائينه لون كاع كحل ولا اواش احمر ياك واحد احمر عاد وصلت له بقيت نتفكر اين لون. المهم اخوتي وقال هذا ديال افريقيا ياك افريقيا، المهم حنايا ما تناكلوش داك البنان ما عمري انا زعمت عليه شي حاجه ما عمر كيما عارفاش تقدريش تزعمي عليها. المهم هنايا كاينين هادو اللي دايرين صحاب لاختي ديال صحابك ديال ماشي ديال الكسكسو، لا هما يدير الكسكسو ولكن هما كيديروا بها لا سوب. انا عجبني هاد الصبار هذا ديال الويفيرا يا سلام عرفتي عجبني، يعني انا كنت نقلب عليه هو الكيلو ب 2 اورو و 99 انا سحب لي الحبه فرحت كنت غادي نهزها 300 دريال في المغرب 30 درهم في المغرب. المهم هنايا لقيته ب 2 اورو 99 الكيلو، انا خديت هاد البصله الحمراء جاتني رخيصه 5 كيلو خديتها ب بقيت شاطر بجوج اورو 99 والله الا عجبتني. المهم دابا راه باقا عندي تبارك الله انا كتعجبني كنديرها في السلطه نطيب بها كتجي زوينه وبانت هي رخيصه وخديتها هي اللي رخيصه تقريبا في هذا الشيء. مي القرعه هذه عندهم بالعبار عندهم داك اش كيقولوا الكرومب، الكرومب حتى هو بالعبار. حنايا انا كمولفه كناخذ وحده، هنايا كاتبه الاثمنه ديال يعني نص بشحال هذيك عاوتاني ربيع ديال قاسمين ولا ما بغاش وحده كبيره ما بغاش وحده كياخذ نص على قد الاستطاعه ديالو. كاين هنا لي زيبينار كاين البسباس كاين هذا ديالهم كيديروه هما في الصوبه وكيديروه حتى في الشلاضه تيديروه حتى في الكراتان ماش كيقولوا ليه هذا عرفتي ديال الاشكال ديالو اشكال وانواع كاين حتى دوك الانواع ديال البسباس كاين البورو كاين الخرشف الشيفرول بروكولي سبحان الله والله لا الحمد لله كاين داكشي زويون عجبوني في النظام في لوكينا الباربا بغيتي الباربا كتهزيها ولا بغيتي الباربا المعلبه جلبانه كاين القوق هذه الشلاضه هذه الدره ديال الشلاضه كتكون مرقده وكاين حتى لاريكو وكاين القوق وشنو ثاني الفول لي شامبينيون في الانواع اللي بغيتي في لي شامبينيون كاين شي شحال زوينه هاد المكازا زوينه باش باش زوينه اي حاجه بغيتها كتلقايها في هذيك الشامبينيون اليابس ديال البسطيله فيها كلشي كلشي. المهم درت لكم جوله خفيفه لحقاش كنت مزروبه ما بقيتش كندقق في الحاجه ونبقى يعني غير كنصوروا خفا زربا كانت هنا نجوى كتصور ليا انا الصراحه ما نكتبش عليكم بعد مرات ما كيكونش عندي الخاطر نصور الحمد لله لقيتها هي كنعطي التليفون نقول لها كسري صوري كنبقى انا غدا نجري ولدي يجري في المكازا. المهم هنايا كاين لافوكا كاين ديك الاناناس شنو سميتو هذاك ديالهم بقيت عقله كاع عليه هما الفواكه اللي هاد الفواكه دو ديال افريقيا ولكن هذاك الاخر راه كناكلو حنايا داك شنو سميتو داك الاحمر الغوص اش كيقولوا له بنين هذاك فاكهه وهادي ما عرفت شنو هي هاد العجب هذا هادشي هذا اللي كنصور لكم راه كاع ما عرفناش شنو هو غير كنصوروه اللي بغاه 16 اورو الكيلو اي 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 العواصير العواصير انا منقيه لهريكو منقيه اللي بغاه منقيه اللي بغاها ما منقياش ياخذها ما منقياش انواع ديال الفرماج ناري فرماج عندهم الربيع عندهم دوك الانواع ديال شنو سميتهم انواع ديال ورق سيدنا موسى عندهم النعناع شوفي رضعت ولدي في الساعه شغل في الكاميرا داكشي راه ولي حطها تما. المهم ماتيشا سوريز ماتيشا الكبيره ماتيشا سوريز غاليه ماتيشا سوريز تقريبا شي 8 اورو الكيلو. كاينه الفلفله عندهم الفلفله ديال 40 درهم الدنجال 5 اورو 50 درهم
مو يمكن خير الله تبارك الله ما شاء الله كل الخيار هنايا كانت ديال القرعه اللي كرمي وهزيتهم ليكم هادو ما عرفتش كيديروا بهم هادوك والله ما رديت لهم البال عقلك كيطيبوهم ماشي كيزوقوا بهم كيطيبوهم ما كيديروهم صوبه وقيله ولا ما نعرف كرميوهم ولا كيزرعوهم الله اعلم المهم كاين انواع ديال القرعه القرعه الخضراء المهم كاين ما يدار داكشي ما شاء الله ما شاء الله داكشي غزال 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 ايوا خوتي انا صورت معكم حتى البصله البيضاء كنت بغيت ناخذها ما شحال كندير لها 5 كيلو مابقيتش عاقله كاع حتى انا دابا ما كنشوفش الاثمنه المهم كانت وقال 5 اورو ياكي 5 كيلو يعني بحال اللي تقولوا الكيلو ب 10 دراهم كيلو باورو كانت زوينه كي قلت صافي غادي عندك غير دير لي حيت كانت باقا عندي انا البصله الحمراء في الدار البصله البيضاء وي الا يا ربي 4 اورو و 5 اورو يعني هذيك يعني اورو للكيلو كاين البطاطا المهم داكشي زوين كاين البيض المهم كلشي كلشي انا الحاجه اللي عجبتني في هذا المغازا هي انواع ديال الخضراء انواع ديال لي فروي اللي كتوحم تقدر تلقى اي حاجه تما عجبوني انواع ديال الفرماج يعني زوينين يعني المهم انا ما كذبش عليكم انا هذا الفرماج ما تيعجبنيش بصفه نهائيه عجبني داك داك الفرماج اللي دقنا اللي كانوا دايرين له الريكلام هو اللي شويه زوين ما هذا الفرماج كيكون فيه الغمولي وداكشي اما كيعجبنيش لما درتوش في الكراطا ما ناكلوش هكاك ما نكذبش عليك المهم اش نقول لكم اخوتي ما تنساوش ديروا لي ابوني للقناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديروا اللايكات 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 يا الزقرامين مالكم ما كديروش اللايكات قبل معليش 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 نتمنى ديروا اللايكات وتجتهدوا تجتهدوا ديروا لي اللايكات باش انا شلون نتحمس باش نتحمس نكون متحمسه عرفتي شنو العبارات انا مثلا بدا نعبر العبارات كيمشيو ليا كنستعن بالمناجر ديالي المانجر ديالي راه حدايا تنقل لوز تنستعن به ايوا المهم اخوتي شنو نقول لكم الله ما سخيت بكم في هذا الفيديو كاين الفرماج المالح الفرماج اللي حلو كاين هذاك الفرماج اللي فيه الكامون اشكال اشكال انواع فيه العطريه ديال الكامون دقتيه اه دقته ما عرفتش انا ما عمري دقت هذاك اللي فيه الكامون والله الا المهم انا كنمونطيو الفيديو كنشوفو يعني كنشوفو هذا ولي مشينا دقنا كنشوفو كنشاركو معاكم كنشوفو اللي كنتفرجوا في الفيديو كنشاركو معاكم كلشي هذا الفرماج اللي دقنا عياو معايا دوقي 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 قلت لهم لا 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 كنحمس الفرماج سبحان الله دقتو عجبني كان مذاق زويون يعني ما ندمتش علاش دقتو تغلط لي مع داك الفرماج الاخر اللي كنا جبنا داك النهار في الدار ما عجبنيش هذاك المهم كانش عجبني المهم زويون في واحد البنه يا سلام واخا انايا تقريبا انا ماشي ضد الفرماج غير انا داك الفرماج اللي كيكون قوي ما كيعجبنيش انا اكثريه الطبع ديالي كناكل زبده في الصباح كنفطر بها ما كيعجبنيش الفرماج كنفطر بزيت البلديه وزبيده بلديه صافي انا اختكم اصلا بلديه في الاكل ديالي كيعجبني داكشي اللي بلدي كيعجبني بزاف ايوا المهم اخوتي هادشي اللي كاين في هاد الفيديو وشاركت معكم حتى الياغورت ديالهم درت هاد الاورو داك الطريف الطريف نفقو ياك تسعود الاورو يعني تقريبا المهم تقولي 10 اورو بالمية درهم الطرف فصلة 99 مية درهم مغربية ديال الفطور كدوبيه مع داك لافار كاين الانواع 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 انواع الاشكال ديال الفخوماج غتلقاو هنايا اللي مولع بالفخوماج غيلقاه في كرون فخي راه كاين حتى في بلجيكا كرون فخي ما كاينش غير في فرنسا مي انا اول مره غادي نمشي ليه هي فرنسا فرنسا ناقصين الثمن شويه على بلجيكا لا لا انا بالي وقال فحال فحال انا بنت لي فرنسا طالعه في الثمن ما نكذبش عليكم اخوتي بنت لي فرنسا طالعه في الثمن انا كنت كنظن غادي نمشي نتقدى انا غادا لفرنسا غادا نمشي نتقدى صعب عليا حاجه ما ناقصه كلشي غالي المهم انا قسم لي انا مع الدراري جري 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 ممكن حتى الثومه الثومه في الانواع شنو سميتو هذاك الفجل المهم كاين شي حوايج انا ما عرفتهمش ما نكذبش عليكم ما الخص ما عرفتش شنو الخص المزور ما عندهم الاشكال ديال الخضره والله الا ديال السلطه ديال الزين المهم كلشي كاين تما المهم اخوتي حنا قربنا هنا نساليو الفيديو وبغيت نقول لكم تهلاو في راسكم بزاف بزاف المهم ندير لهم شويه الموسيقى تمسكوا بلا تصبري صبري نوريهم داك الماندالين هنا ماندالين وين ماندالين ديال البيات واحد الماندالين حنا هنا كنمونطو الفيديو انا عييت بالهضره مع عييت بزاف
ايوا ماما عارفيني انا كنحشم ما كنمول فاش غنهضر بزاف وقالت لي تسناي تسناي تسناي. المهم على فكره هنا العسل كتاخذي 4 ديال القراعي كنقص لك في الثمن. المهم حتى العسل كاين على فكره العسل كاين حتى هو رخيص. المهم الثومه الاشكال والانواع البصله المقوصه والبصله الغليظه البصله الرقيقه البصله المانكه والله الا كاين كلشي تبارك الله ما شاء الله. هذيك كاين حتى الزيتون ها هو شفتو هنايا الزيتون الياغورت يمكن كلشي تقريبا كلشي كاين الفرماج موتزاريلا الزبده كاينه الفخوماج ديال الدهن كلشي كاين الجبن. المهم تقريبا كلشي اي حاجه بغاو في هاد غون فري غير يلقاها الحليب ومشتقاته وبارطاجيو الفيديو اخويتي بارطاجي الفيديو الله يخليك حرام عليك. المهم اخوتي شكرا لكم على مشاهده الفيديو شكرا لكم بزاف بزاف نتمنىكم يا رب نلقاكم في احسن الاحوال. بارطاجيو الفيديو باش يوصل للناس ناري ولا صاحبتي حتى هادو اللي منقيين يا سلام داكشي غزال غزال بحال دابا الناس اللي موظفين كيديو هادشي منقي غير كيجيو كيطيبو صراحه والله الا سميتو توت شحال عقلتي شحال كنا كناخذو توت الفريز المهم العنب المهم اشكال وانواع انايا راه درت لكم نجوى نورمالمون هذا الفيديو خصها يتمونطي حيت الفيديو تبارك الله ما شاء الله صورات كل شيء دارت عليه ما خلات حتى قنت ما صورته في هذا الكونفري المندرين ها المندرين المندرين صغير بيات وي كاع ما شفتو هذا داير بحال التمر لا داك راه واقيلا ماشي مندالين تمر مندالين بصح جاني بحال البارح هذا واش نقولوا ليه بصح بصح بالصف ديال المندالين. المهم اخوتي بغيت نقول لكم السلام عليكم وشكرا على مشاهده الفيديو وما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا كاع الناس اللي كيشجعوني ومتبعيني يلا زيدوا حمسوني باش نحط لكم شيوات ونحط لكم الوصفات نشارك معكم اي حاجه. انا الصراحه هما الحليوات هما حليوات ماما حليوات تستاهلوا كل شيء تستاهلوا كل خير اخوتي اللي كيشاهدوني في هذا الفيديو تستاهلوا الجنه يا ربي ما كل شيء فايت الله يرزق غير الصحه والسلامه المهم والله يعطينا حسن الخاتمه يا ربي. المهم شكرا لكم بزاف بزاف بغيت نقول لكم السلام عليكم وان شاء الله نشوفوا فيديو جديد قريب غنحط لكم واحد الفيديو اخر ديال بروكسل اللي كنت اليوم مشيت ليه واللي بغى المكسرات يمشي كنت البروكسل. مشيت اخوتي لبروكسل صورت لكم واحد الفيديو يا سلام غنحطو لكم واعر. المهم السلام عليكم شكرا لكم بيزو من القلب سلامه.